ومن جانبها تقوم إدارة العمليات برئاسة الأمن العام بجهود مكثفة للتعامل مع تداعيات الأمطار. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المقدم الدكتور علي أحمد المحمود من إدارة العمليات برئاسة الأمن العام بوزارة الداخلية. بعد التحية دكتور، لو نتحدث أكثر حول الجاهزية والجهود المبذولة في التعامل مع الحالة الجوية التي تمر بها مملكة البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، لا يخفى عليكم أن وزارة الداخلية تبذل مجهود جبار من خلال العمل المشترك بين الإدارات ذات العلاقة وأيضا بالتعاون المستمر مع جهات الدولة الأخرى. فاستجابة لتوجيهات سيدي معالي وزير الداخلية وتحت إشراف سيدي سعادة رئيس الأمن العام، تم التحضير والاستعداد لهذه الحالة الجوية اللي تمر فيها مملكة البحرين حاليا من خلال عقد الاجتماعات التنسيقية والتأكد من جاهزية جميع الإدارات، وذلك لتحقيق أعلى سرعة استجابة للبلاغات المتعلقة الخاصة بهذه المنخفض الجوي. جميع الإدارات المتعلقة بذلك تكون على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حدث طارئ، وذلك إما من خلال تواجد العناصر الأمنية ميدانيا واستعدادهم في إداراتهم للاستجابة الفورية لأي بلاغ. نعم دكتور، وما هي أبرز النصائح والتحذيرات التي يمكن أن تقدمونها للمواطنين والمقيمين؟ احنا نوصي جميع المشاهدين الكرام انهم ياخذون الحيطة والحذر، خصوصا هاي الفترة. فاحنا نوصي سائقين السيارات انهم يلتزمون بالسرعة المناسبة خصوصا اثناء نزول المطر، مع ترك مسافة امان اكبر من الوضع العادي، وتجنب الدخول في اماكن تجمع المياه، لان السائق لا يعلم مدى ارتفاع هذه المياه وما تحتويه بداخلها. وايضا عدم ايقاف سيارة في الأراضي المنخفضة أو تحت الأشجار أو تحت اللافتات الكبيرة. وبالنسبة عن المنازل، نوصيهم أنهم يغلقون الإنارات الخارجية غير الضرورية، مع قطع التيار الكهربائي للتوصيلات الخارجية اللي معرضة للأمطار بشكل مباشر إن أمكن، وطي أي مظلات خارجية أيضا. ولا ننسى مرتادي البحر، نوصيهم انهم يعني قبل يطلعون البحر يتاكدون من حاله الطقس ويتاكدون من جميع ادوات السلامه في القارب. واخيرا، فوزاره الداخليه تتمنى السلامه للجميع، فاحنا نوصي جميع المشاهدين الكرام بعدم التردد بالاتصال على 999 لتقديم بلاغ او طلب المساعده او الابلاغ عن اي شيء مثير للشك والريبه. نعم المقدم الدكتور علي أحمد المحمود من إدارة العمليات برئاسة الأمن العام بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.